خير وتحية لكل مشاهدي الام تي في وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقة جديدة من برنامج من جيلك، طبعا مباشرة كل يوم طيلة هالشهر الفضيل عبر شاشة الام تي في الساعة 6:30. أكيد رقم تليفون 1-04-444-444 وبرنامج واحد بيجمع أربع مشتركين من أجيال مختلفة، عم نسلط الضوء أكيد على أهمية الحوار ومعرفة كل جيل عن الجيل الآخر إن كان أكبر منه أم أصغر منه سنا، وأنتم أيضا ببيتكم فيكم تشاركونا وتربحوا جوائز قيمة وعديدة طيلة هالشهر الفضيل بمن جيلك. أكيد فيكن أيضا تكونوا مشتركين معنا وتربحوا جائزة قيمة تقدمة الموبيلي توب $1000، وفيكن بحال ربحتوا تزيدوا فرصة الربح وتربحوا بدل 1000 2000 2 3 أم 4 ما حدا بيعرف. ما رح طول عليكم، أكيد مثل العادة رح أبدأ اتعرف على المشاركين بحلقة اليوم. أهلا وسهلا فيك ديب، شو أخبارك؟ تمام، يعطيك العافية. أولا عمرك 61 سنة وأنت بالفئة العمرية الأكبر عنا، فأول شيء العمر كله ومبسوطين جدا أنك موجود معنا. ديب، شو بتعمل عامة أنت بالحياة؟ حضرتك متقاعد هلا. نعم نعم، كنت بالطيران الشرق الأوسط. نعم، خبرني شو بارم بلدان؟ كل بلاد العالم. كل بلاد العالم، يعني هيدي المشاهدين اللي بدهم يركزوا أكيد بالجولة الأولى، يعني عنده معرفة وإلمام حول العالم هيك؟ نعم. عندك شيء هيك اضافي، هوايات معينه، رياضه، موسيقى، سباحه؟ الموسيقى بس الاولديز. الاولديز الاولديز. طيب كثير منيح، يعني هول النقاط مش الاولى العربي. بدنا منك تشد الهم، البزر قدامك اكيد بالجوله الاولى لحتى نجمع النقاط. بنسمع السؤال للاخر وبنحط ايدنا على البزر. اما حلقه امبارح كمان ايضا كانت الحلقه الثالثه من هالشهر الفضيل بمنجيلك، وكان ترندنج على السوشيال ميديا، واحد المشاركين فعلا يلي طبع بهذا البرنامج وكان عنده هيك اقبال كثير كبير عند المشاهدين، جورج اهلا وسهلا فيك للمره الثانيه. امبارح فزت معنا بقيمه $1000 من الموبيلي توب، واليوم انت معنا للمره الثانيه. تعرف عليك بعض المشاهدين، رجع عرفهم للمشاهدين اللي انضموا لنا حاليا. جورج يوسف، موظف بمستشفى اوتيل ديو، اليوم بوجه لتحيه لكل اصحابي الهونيين طبعا ناطريني، كمان بعلم مات فيزيك شيمي بيو، تلاميذي ناطريني، كمان بوجه تحيه للسنتر AEA ولجيفري سلامته ولنور تلميذتي. ما مخلى حدا جورج، كل الدعم اكيد، لانه بالجوله الثانيه المفروض تحشدوا كثير منيح المشاهدين لينقوا اجوبتكم شرط يكونوا صحيحه. جورج، بعد في شيء بدك تقوله؟ ايه، انا مش بس بالشيمي والعلوم شاطر، في عندي اشياء كثير. يا ها بلشت هلا عمليه الترويج والتسويق لاجوبتهم، المهم تشدوا الهمه بالجوله الاولى لانه العلامات هي اللي بتاثر عند المشاهدين. اما المشارك الثالث بالفئه العمريه الثالثه معنا فراس الدباغ، اهلا وسهلا فيك. عمرك 23 سنه، زميل بالصحافه وايضا دارس حقوق، خبرني اكثر عنك. بكل بساطه بشجع برشلونه. yes. مشجع اول، هيدي بلس. ومعلومات العامه واسعه، اشتركت ببرنامج من سيربح المليون، وبعرف انه كمان حققت نتيجه كثير مشرفه. نعم فراس، انت اسمك على اسم خي اليوم، بدي اقول لك جود لك وتحيه كمان لخي ولكل اللي عم يتابعونا بالامارات العربيه المتحده ومختلف الدول العربيه. في عندك كمان هوايات قلت لي اكثر بعد، بتعرف بالموسيقى، بتعرف باليوغا. يوغا، سكي، كثير منيح، بدنا نختبرهم اليوم. اما المشاركه الرابعه معنا فهي اصغر مشاركه وعمرها 15 سنه، ماريانا الخوند، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك، شو اخبارك؟ تمام. خبريني اكثر عنك، باي مدرسه؟ بانطونيه. وي انطونيه جمهور، بوجه تحيه لكل رفقاتي، لعائلتي، لكل المسؤولين عني. انا هالسنه كنت عم بقدم بروفي، عندي هوايات. كيف كان التقديم؟ كثير منيح. بعرف وزير التربيه الياس مصعب كان جدا متشدد، كيف كانت الفرع عندك؟ كثير منيح، كان في مراقبه هالسنه والفحوصات كانوا منيح. منيح مش صعبين، تحيه لا. اكيد لكل اللي قدموا وموفقين. مارينا، بدي اقول لك اكيد موفقه بحلقه اليوم، المعلومات بعدها طازه عندك، بعدك مقدمه. اكيد بدنا اياكي تربحي وتشدي الهمه. أكيد قبل ما نبدا الجوله بدي اذكر المشاهدين، بالجوله الاولى بتركزوا كثير منيح، 16 سؤال وكل اجابه صحيحه مع المشاركين بتخوض ولن يربحوا 100 نقطة، كثير مهمة هالمرحلة لحتى تاخذوا فكرة وتكونوا فكرة أكبر عن المشتركين، تعرفوا وين نقاط القوة عندهم ووين نقاط الضعف، لأنه بالجولة الثانية أنتم بتتصلوا بعلق معكم الخط، بنكون أكثر من سعيدين، بتنقوا الفئة والسؤال، وعليكم تنقوا سؤال جواب من أصل أربعة المشاركين الموجودين معنا، شرط يكون الجواب مظبوط والجوائز تتراوح بين ال 100 وال 400 دولار، هيدا بما يتعلق بالمشاهدين. أما بالمشتركين شو بيربحوا إذا كانوا قد التحدي من جيلك؟ منشوف سوا بهالروبورتاج من موبيلي توب.
الوف الدولارات تقدمة موبيلي توب رح تكون من نصيب المشاركين ببرنامج من جيلك خلال شهر رمضان المبارك. وفعلا شو ما كان جيلك وشو ما كان ستيلك، موبيلي توب هو العنوان لجميع الأذواق والميزانيات، مودرن أو تقليدي، فانكي أو شيك، لداخل البيت أو للتراس، مفروشات أو أكسسوارات. عند موبيلي توب الرابح قادر يجهز بيته على ذوقه. فعلا جايزة قيمة من الموبيلي توب. جورج معك $1000 أكيد، بعد معك وما بتخسر. اليوم عم نلعب على $1000 تاني، وبدي وجه كمان تحية للي عم بيتابعونا بالبرازيل، بكل الخليج العربي والمغرب العربي، وأيضا عم بيتابعونا كتار كتار بعرف بسوريا وبالأردن. هلأ صار وقت الجد، الجولة الأولى من جيلك. ١٦ سؤال، كل إجابة مظبوطة بتخولكم تربحوا 100 نقطة. جاهزين؟ نعم. يلا يلا. السؤال الأول بيقول: لأي غرض يستعمل تطبيق فليكر؟ فراس. صور. صور، وهذا التطبيق يلي استحوذته شركة ياهو العالمية عام 2005، وبيستخدمه 87 مليون شخص حول العالم لحتى يضموا ويجمعوا الصور، وبيضم حوالي أكثر من 1.5 مليار صورة حول العالم. نعم. فراس مبروك لك ال100 نقطة. مبروك. السؤال الثاني مارينا فيك تركز كثير منيح. أوكي. وبيقول: بماذا لقب المغني الفرنسي كلود فرانسوا؟ ديب. كوكو. كلوكو مزبوط أكيد، هذا المطرب الفرنسي من أشهر أعماله بل بل بل، وكمان كوم دابيتود اللي ترجمت مع فرانك سيناترا بي ماي واي. رغم صغر سنه توفى عن عمر 39، بس ب16 سنة قدر يحقق رواج كتير كبير حول العالم. ديب مبروك ال100 نقطة. وهلأ بلشنا نكون فكرة أكثر عنك. جورج مارينا ركزوا كتير منيح. السؤال التالي بيقول: أكمل اسم الكتاب Lord of the Rings. رينجز مزبوط مارينا، 100 نقطة لإلك. سؤال رابع بيقول: سبقتك يلا. بأي بطولة وبأي رياضة وبطولة أي رياضة بتحمل اسم الديفيس كاب؟ مارينا. تنس أكيد. شو؟ تنس، وهي أشهر بطولات كرة المضرب. مزبوط مارينا، 100 نقطة إضافية لإلك. سؤال خامس بيقول: ركزوا كتير منيح، لما بنخلط الاصفر مع الازرق على اي لون بنحصل يا جورج؟ اخضر اكيد. عامل قبل بمره. جورج اول 100 نقطه لك مزبوط. فعلا منافسه جدا حاميه بين الاربع مشتركين، بلشنا اكثر نفوت باجواء التحدي. السؤال السادس بيقول: من كم لاعب يتالف فريق كره الطائره؟ 6. مارينا اكيد. 6. بتحب السبور؟ عادي عادي، بس بتتابع. بس بتطلع. 6 رقم مزبوط مارينا، 100 نقطه اضافيه لك. ديب جورج فراس ركزوا. سؤال تاني بيقول: ما كان اسم حبيبة مهند في مسلسل نور التركي الشهير؟ نور. 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 حضرته؟ في عودة مهند في سمر وغيره، ولكن مسلسل نور. أمي حضرته. الواحد تحية لولدتك، ولدك تربح 100 نقطة. سؤال تالي: على المائدة أين يجب وضع كأس الماء؟ يمين. على اليمين، برافو عليك أكيد مزبوط، و100 نقطة لإلك. مارينا أنت أصغر مشترك لهلأ ومعك يعني أعلى نقاط. برافو مارينا. برافو. سؤال التاسع بيقول: عندما نرى علامة CD حدا RW، إلى ماذا يرمز الحرفين RW على القرص أو DVD؟ يعني على قرص CD أو DVD. RW. Rewind. لا not rewind. هي rewritable، يعني بحال كانت non rewritable ما فينا نستخدمه إلا مرة، rewritable فينا نستخدمه أكثر من مرة. للأسف ديب نحجب عنكم ال100 نقطة. سؤال العاشر بيقول: أين يقع نصب الجلاء والذي يرمز إلى رحيل كل الجنود الأجنبية من لبنان؟ منوقف لو سمحتوا البزر من عنده لينتهي السؤال. برجع بعيد السؤال. برجع بعيد السؤال ما في مشكل. السؤال بيقول: أين يقع نصب الجلاء والذي يرمز إلى رحيل كل الجنود الأجنبية من لبنان بعد انتهاء الانتداب الفرنسي؟ جورج. فراس. بس أنا كنت كابس، شلت إيدي كرمال. شو؟ لحظة. أنا كنت كابس. كنترول. جورج أم فراس؟ باخد جورج. منطفي عن فراس لو سمحتوا، بناخد جورج. لأنه أنا قلت أين يقع، بأي منطقة بلبنان بيوجد نهر الكلب؟ نهر الكلب مزبوط، وهي كانت عام 1946. نعم. ب 31 ديسمبر مزبوط. مبروك لك جورج، 100 نقطة عفوا فراس، بس ولكن لأنه كان أكثر من مرة. سؤال رقم 11 ركزوا كثير منيح: من صاحب هذا القول الشهير: العدو أمامكم والبحر من ورائكم؟ نابليون. يلا جورج. طارق بن زياد.
طارق بن زياد مظبوط. وايضا هذا القول الشهير بجبل طارق يلي سمي على اسمه هو عم بيقطع بمضيق جبل طارق بين المغرب واسبانيا وبفتح الاندلس مظبوط. الف مبروك جورجيا لك 100 نقطه. سؤال تالي بيقول عن المسرح، في اي مسرحيه توهم شخصيه فيروز اهالي البلده بقدوم في قطار لحتى ياخذهم الى مكان افضل فيصدقونها؟ في مسرحيه سفيرتنا الى النجوم توهم الموجودين بانه في قطار جاي لحتى ياخذهم الى مكان افضل، غنت بهيدي المسرحيه من اجمل اغنياتها سالوني الناس يا دار دوري فينا، اي مسرحيه؟ قطار. لما عم نحكي عن القطار وين بيصب القطار وين بيوقف؟ المحطة. جورج كبس المحطة مضبوط 100 نقطة لإلك. ساعدني المحطة. ركزوا كثير منيح، المبدأ إني ساعدكم وأكيد فعلا لهلا كلكم عم بتجاوبوا. سؤال رقم 13 بيقول أكمل المثل، قال له ليش عم تبكي ما أنا عمك؟ قال له عم ببكي لأنك فراس زعلان؟ لأنك عمي، هيدي مش السالفة ليش عم تبكي فراس؟ أنا عمك. مضبوط، بنحجب ال 100 نقطة عندكم جميعا، فاضل عندكم ثلاث أسئلة، ركزوا، 300 نقطة كثير مهمين لكم. السؤال رقم 14 بيقول من هو بطل فيلم الراقصة والطبال؟ من؟ جورج. أحمد زكي. أحمد زكي أكيد، الراحل أحمد زكي. ونادية جندي كانت معه. مش نادية جندي. خلص أنا بدك مصر البطل. الأولى نبيلة عبيد الله يطول بعمرها. كان بدك البطل. مضبوط، بس البطل اللي مش مشكلة، معلومة إضافية بنحب أكيد نشاركها مع المشاهدين، ومن أبرز أعمال الراحل أحمد زكي أكيد صح. هي ناصر 56 وجسد أيضا أيام السادات. والنمر الأسود. والنمر الأسود هو اللي لقبه ورقبه الثاني أيضا صح. الأسطورة. جورج مبروك لك 100 نقطة، السؤالين 200 نقطة. ديب فراس مارينا تركيز. سؤال رقم 15 بيقول كم مليمتر تساوي 6 كيلومترات؟ جورج 6 × 10 بيسون 6 يعني 6 مليون. 6 مليون جورج فظيع، 100 نقطة لك مظبوط. واو. السؤال الأخير من أغانيه يا صياد الطيور، يا صيادين الطيور بتعاتبني على كلمة ويا بياعين الهوى والهوى سلطان. جورج وسوف سلطان طرب. جورج وسوف مظبوط، 100 نقطة لك أكيد. فعلا جولة أولى أكثر من حماسية بين الأربعة مشاركين، 16 سؤال كيف توزعت النقاط بعد شوي بقلكم، ولكن بأنه قلنا وذكرنا سيرة سلطان الطرب جورج وسوف أكيد بوجه له تحية والله يطول بعمره، وهو هالأيقونة لنا واللي بنفتخر فيه، ومن آخر أعماله أيضا دعاء أسماء الله الحسنى يلي أصدرها بشهر رمضان الفضيل، والشهر كمان عن عمر 12 سنة بغنائه لكوكب الشرق أم كلثوم. تحياتنا له فراس مارينا جورج ديب، جاهزين لحتى تعرفوا أكيد النتائج لهلا كيف توزعت؟ يلا جاهزين؟ أكيد ديب جمعت 100 نقطة، جورج بالصدارة للمرة الثانية وللحلقة الثانية ومعك 600 نقطة، فراس جمعت 300 نقطة، مارينا أكيد 400 نقطة وأنت بالمركز الثاني، فعلا يعني إذا بنحسبهم تقريبا 700 عم نحكي 1414 إجابة صحيحة من أصل 16، فعلا منافسة كثير كبيرة وحامية بين الأربعة مشتركين. مشاهدينا كونتوا فكرة أكيد عنهم وصرتوا بتعرفوا كل واحد وين بيبرع، فعلا أنا ما بحسدكم لأنه الأربعة كثير شاطرين ومتفوقين، ولكن الأهم تشاركونا على رقم التليفون 04-444-444 يعلق معكم الخط، بتنقوا السؤال وبتراهنوا على أي جواب يكون مظبوط، والجائزة تبقى رمزية أمام مشاركتكم، كالعادة أكيد هاشتاج من جيلك عم بيتصدر أيضا الترندنج لليوم الثالث واليوم اليوم الرابع، على أمل كمان نشوف ترندنج خلال الحلقة، بريك ومن بعده بنكفي الجولة الثانية من جيلك.